أنا الدكتور شادي سيف الدين، مدرس بقسم الملابس الجاهزة في المعهد العالي للفنون التطبيقية بتجمع الخامس. هي في البداية بتيجي مراحل ستيبس. الأول هو أوريدي بيدرس مواد مختلفة، منها التصميم والباترون. بيجي عندي في الآخر في الفرقة الرابعة، هو أوريدي بيبقى في الفرقة التانية، بيبقى بياخد تطريز يدوي زي ما برضو بعض المنتجات واضحة في المعرض. ولكن بيجي في سنة رابعة بقى، المفروض الفرقة الرابعة اللي هو عشان هيتخرج، فعشان يبقى معاصر للحياة العملية، فبيدرس التطريز الآلي على برامج الكمبيوتر الحديثة، على برنامج ويلكم امبريدوري. فببتدي أنا أعرف الطالب بعد ما هو أخد فكرة على التطريز اليدوي، المراحل المتطورة ليه في السوق، علشان لما هو يتخرج يطلع بانشير أو مصمم أفلام تطريز لازم يكون مواكب ومعاصر للسوق المحلي والعالمي. فالطبيعي هو لما هيبقى خريج علشان يشتغل بانشير او مصمم افلام تطريز لازم يكون اوريدي ده درس ده عندي. فهو طبعا اوريدي انا ماشي معاه في الثلاث فرق، اولى وثانيه وثالثه، بيبقى خلاص اوريدي في الديزاين بقى كويس، المفروض يمارس ده بقى بشكل عملي عشان يحوله لشكل آلي. فببتدي انا اعلمه برنامج اسمه ويلكم امبريدوري على خاص بالتطريز الآلي، بيبتدي هو يرسم التصميم بتاعه ونعالجه على برنامج التطريز، ويبتدي ينزل معايا مصانع علشان يؤدي ده على المصنع ينفذه يعني كبروجكت. وطبعا بنضيف الخيط وبنضيف الالوان وبنضيف اللمسه النهائيه سواء حراير او ستان على حسب الفكره. هو اوريدي عندنا بتبقى الماده دي في خلال الترم ممكن حوالي اول محاضرتين ثلاثه بنبتدي نعرض فكره التصميم، بعدين بنشوف خاماته، بعدين بنعالج ده على برنامج الكمبيوتر الويلكم، وبعدين بنلاقي اللايرز انهي خيط بيبقى فوق اللي قبله، انهي مرحله بعديها، وبعدين بنعمل تشيك على الفيلم، وبعدين ببتدي انزل معاه المصنع علشان نعمل بروفا، وبعدين بيطلع البروجكت في الاخر، وبعدين بنبتدي نعالجه بقى كمنتج ملبسي او كمفروشات. احنا لما بنيجي دايما في كل ترم بنعمل معرض، بنعمل ليه دعاية كبيرة جدا سواء في المعهد او في اماكن للمصانع، بنجيب اصحاب مصانع برضو تيجي تتفرج على المعارض بتاعتنا علشان يحصل كونفيرم بين الطالب والخريج والمصنع، فيحصل بينهم انسجام يدي ثقة كبيرة للطالب. الطالب بعد كده بيبقى خريج، بيبتدي هو يروح يتعامل مع المصانع اللي جت شرفتنا، وبيحصل بينا بروتوكول، وبيتم التدريب عنده في اول ما بيتخرج، وبعدين بيتم التعيين ان شاء الله، وبيتواصل مع حياته ان شاء الله المهنية باستمرار.